السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، و يعني اتمنى كمان تكونوا في اتم الصحة والعافية. و افكركم طبعا بالاحتياطات الصحية المهمة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ونتعامل بيها، وما نستخفش ابدا بفكرة العدوى وفكرة الكورونا، لان يعني معلش احنا لازم نبص حوالينا ونشوف العالم كله بيعاني من ايه، ونشوف احنا فين من العالم، ونشوف ان كل الدول دلوقتي بقى عندها نفس الهم ونفس المشكلة، وبالتالي يتحتم علينا ان احنا يعني نكون محتاطين صحيا. وربنا حتى قال كده يعني ايه، وخذوا حذركم، يعني صدق الله العظيم، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يعني فكل الاحتياطات دي مهمة جدا، ان احنا نتعامل بالاحتياطات وان احنا نكون على مستوى معين من النظافة في هذه الأيام على حد خاص وفي أيامنا كلها بشكل عام. طيب طبعا دي دخلة بخصوص الوضع الحالي، لكن اللي أنا عايز أكلمكم فيه إن إحنا إن شاء الله هنكمل محاضراتنا عن طريق الإنترنت، وأنا عشان كده دشنا كده موقع، يعني منصة تعليمية مهمة جدا إن شاء الله تكون مهمة ليكم كلكم، هتكون خاصة بال يعني التواصل بيننا والتواصل على المستوى العام، حتى لو مش في محاضرة هيكون عليها إن شاء الله بعض المواد التعليمية المهمة للناس كلها. ودي مش بس يعني ربنا عالم احنا كنا شغالين عليها قبل حتى ما ناخد تأجيل للدراسة، علشان كده المنصة دي مكونة من 3 مواقع: صفحة الفيسبوك اللي انتوا عارفينها، المنصة اسمها جيوتيرن اللي هي يعني الرجوع الجغرافي طبعا، او العودة للجغرافيا يعني، والمدونة الالكترونية بتاعتها اسمها جيوتيرن برضو، وقناة اليوتيوب اللي اسمها جيوتيرن، وكمان صفحة الفيسبوك اسمها جيوتيرن. ودي طبعا يعني مهمة للجميع، واللي عاوز يدخل عليها يلاقي الروابط المدونة أو المواقع دي كلها تحت الفيديو إن شاء الله. علشان كده يعني عاوز أفكر حضراتكم بأن احنا نعمل اشتراك في صفحة الفيسبوك، ونعمل اشتراك في قناة اليوتيوب، ونعمل اشتراك في المدونة، علشان المحاضرات اللي هتترفع بعد كده تكون انتوا يعني لامسينها. كمان ما حبيناش نعمل جروب واتس وكلام من ده، لان يعني في بعض برضو اخواتنا البنات لو حد عايز يحافظ على خصوصيته ولا حاجه، مش عايز رقمه يمشي لحد، فده كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يدير الموضوع بالشكل اللي هو عايزه. لكن احنا حبينا يعني ايه، يعني بما اننا كلنا عندنا فيسبوك دلوقتي، فسهل ان احنا نكون نتواصل مع بعض بالفيسبوك، وان شاء الله تكون فكره كويسه، وان شاء الله تكون مفيده ليكم في كل حياتكم. ان شاء الله باذن الله نبدا مع بعض اول محاضره من محاضرات الترم، وهي يعني خاصة ب محاضرات الترم الكترونيا طبعا، ودي هتكون ان شاء الله بالعنوان اللي جاي قدام حضراتكم. ان شاء الله اشوفكم يعني على خير في ايامكم الجاية كلها، وان شاء الله تكون يعني ربنا ينجينا كلنا من هذا الوباء، وتعدي هذه المحنة بسلام وامان على كل المسلمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا شباب؟ الفرقة التانية آداب، والفرقة الأولى تربية قسم الجغرافيا. أهلا بكم في أول محاضرة من محاضرات التعليم عن بعد، وإن شاء الله هتكون المحاضرة بسيطة وسريعة كبداية يعني إن شاء الله، وإن شاء الله تكون يعني مفيدة، وهي هتكون إن شاء الله عن النبات الطبيعي في قارة استراليا. طبعا النبات الطبيعي في استراليا، يعني هنتكلم في المحاضرة عموما على 4 عناصر خاصة بالنبات، وعنصر جديد كده شوية عن المشكلات والخسائر الناتجة عن حرائق الغابات. فهيكون في مقدمة للمحاضرة، وهيكون في حاجة عن شرح عن الغابات، وبعدين شرح عن الحشائش، وبعدين شرح عن النباتات الصحراوية، ودي أقسام النبات الطبيعي في القارة. وبعدين هيكون في العنصر الخامس اللي اتكلمنا عنه، اللي هو هيكون خاص بمناقشة مشكلة من المشكلات
اللي كانت على الساحة لغاية فترة قريبة جدا، ويعني بحيث نكون برضو بنربط الايه المادة بالمستحدثات العصر يعني. طيب بالنسبة للمقدمة، احنا عندنا النبات الطبيعي في استراليا يعني بيتأثر بعنصرين مهمين جدا، وهو الأمطار من حيث التوزيع والكمية والفصلية بتاعة السقوط. طبعا ده نبات طبيعي بينمو طبقا لظروف البيئة الطبيعية للقارة، وبالتالي المطر طبعا حيث وجد المطر يعني هيكون في حياة نباتية مزدهرة، وتقل هذه الحياة أو تنعدم كلما يعني ابتعدنا عن الكميات الأمطار الكبيرة وعن التوزيع هذه الكميات. وده بيبان طبعا في النطاق الشرقي من القارة، وبعد كده كل ما اتجهنا غربا مثلا على سبيل المثال ندخل في النطاق الصحراوي، وبالتالي تلاقي في الشرق غابات، وكل ما اتجهنا غربا بتلاقي حشائش الصحراوية أو النباتات الصحراوية هي الأكثر سيادة في هذا الجزء. أما العنصر الثاني فهو درجات الحرارة وتوزيع النطاقات الحرارية، وطبعا يعني الحرارة عامل مهم من عوامل نمو النبات، وبالتالي بتكون عنصر أساسي برضو في الـ يعني في تشكيل الخريطة الطبيعية بتاعة النبات الطبيعي في قارة أستراليا. أستراليا بحكم موقعها الجغرافي المنعزل اتسمت بتطور الحياة النباتية فيها بشكل مميز شوية. ليه؟ لأن هي ليها موقع جغرافي منعزل بعيد عن التأثيرات المختلفة أو شبه منعزل يعني، وبالتالي اختلف تطور الحياة النباتية فيها عن باقي المواقع الجغرافية المماثلة ليها في العالم. طيب القارة فيها تقريبا 60% من مساحة القارة مغطاة بالحشائش الطبيعية، وبالتالي هي قارة يعني تقريبا بكر في ناحية إن هي يعني لسه الحياة النباتية فيها مزدهرة إلى حد بعيد. النبات الطبيعي في القارة بنحاول أو مقسم علميا لثلاث أقسام، حاجة اسمها نباتات الفيلود أو النباتات العنقية، وحاجة اسمها الأوكاليبتوس، وده نوع من الأشجار يعني من الأشجار الطبيعية، والسبينيفيكس وده نوع من الحشائش. على سبيل المثال لو خدنا صورة للنوع الأول اللي هو الفيلود، أهو هنلاقي مثلا عندنا هنا الورقة بدايتها كده زي ليها عنق الأول وبعدين الورقة هنا على سبيل المثال أهو، وطبعا ده شرح من موقع جوجل، فأي حد ممكن يكتب الفيلود بالإنجلش أو بالعربي ممكن يلاقي إن شاء الله يعني اللي عايز يستزيد من المعلومات. النوع الثاني اللي هو الأوكاليبتوس، وده طبعا باين جدا وهو زي شجر الكافور تقريبا عندنا، وزي ما انتم شايفين كده الأشجار بتاعته بهذا الشكل، وطبعا يعني بتكون أكبر من كده طالما عدى عليها زمن كبير، وبالتالي فبتشكل مورد طبيعي من الموارد المهمة في القارة الأسترالية. أما النوع الأخير اللي هو السبينيفكس، وده عبارة عن حشائش زي ما اتكلمنا، وعبارة عن حشائش كده قزمية، وزي ما انتم شايفين في الصور مرتبطة غالبا بالمناطق الصحراوية أو المناطق اللي بتقل فيها درجات اللي بتقل فيها كميات المطر. طيب أما الجغرافيين فبيقسموا النبات الطبيعي في القارة إلى ثلاث أنواع: الغابات، ودي ليها كلمة غابة يعني كلمة مميزة ومقصود بيها مفهوم أو مصطلح ليه معنى معين، الحشائش وطبعا ده برضه مصطلح تاني، والنباتات الصحراوية وده مصطلح كلنا كجغرافيين عارفين طبعا النباتات الصحراوية إيه هتكون صفاتها وإيه هتكون مميزاتها يعني. طيب أولا الغابات، أنا عندي في القارة الغابات بتغطي 13.7 من مساحة أستراليا. 13.7 من مساحة أستراليا هي عبارة عن غابات. خلي بال حضرتك عندنا 13.7 غابات و60% حشائش، يبقى أنت بتتكلم كده في حوالي 75% تقريبا مساحة القارة عبارة عن مناطق طبيعية يعني ليها اسمها أو ليها صورتها على خريطة النبات الطبيعي في العالم. والغابات في استراليا ثلاث انواع، النوع الاول بنسميه الغابات المداريه الحاره، وده من اسمه كده مداري حار يعني بيتركز في المناطق اللي بتقع حوالين المدار جنوب خط الاستواء طبعا، يعني بتكون متركزه في المناطق الشماليه اكتر منها في القاره اكتر منها في المناطق الجنوبيه، ودي اوسع انتشارا طبعا في القاره، 7%
من مساحة الغابات المجرية في العالم كله موجودة في استراليا. طبعا موجودة في شبه جزيرة يورك زي ما قلنا من شوية، إن هي بتتوزع في المناطق الشمالية، شريط ساحلي كده بعرض 200 كيلومتر وامتداد 2000 كيلومتر جنوبا. وطبعا ده النطاق، ده لو انتوا فاكرين معايا خريطة الأمطار اللي خدناها في المحاضرة هتتأكد إن هذا النطاق هو نطاق غزير الأمطار، وتتباين خصائص الغابات كلما اتجهنا جنوبا وكلما اتجهنا أيضا غربا. لأن لو انتوا فاكرين إن منطقة الحاجز أو جبال الحاجز الكبير هي عبارة عن يعني بتبقى في غربها منطقة ظل المطر، فبكل ما قلت المطر كل ما الغابات المدارية بدأت إيه يعني تأخذ صفات مختلفة شوية عن نطاق غزير المطر. طيب الأشجار بتاعت الغابات المدارية بتتميز بارتفاعها، يعني بيصل أحيانا ارتفاعها 30 متر. عشان كده الغابات المدارية أو مناطق هذه الغابات عموما في أستراليا هي مصدر مهم من مصادر الأخشاب، وهنتكلم عنها في عجالة سريعة بعد شوية. زي مثلا أشجار التونة، من الأشجار بتاعتها أشجار التونة، الثرو الأبيض. وجوه هذه الغابات المدارية دي بيبقى في مناطق كده واسعة بيكون فيها الغابات أو الأشجار متباعدة عن بعضها البعض، وبالتالي بتسمى هذه الغابات بغابات الإيه؟ الغابات المفتوحة. ودي يمكن الناس كلها ممكن تلاقيها في أي كتاب كلمة الـ open forest دي. ودي عبارة عن زي ما اتكلمنا من شوية إن هي غابات أو مناطق بتتباعد فيها الأشجار. طيب ودي طبعا بتنمو هذه الغابات المفروحة في النطاق اللي بيقل مطره عن 30 بوصة. على سبيل المثال لو أنا خدت، لو أنا دوست على كلمة تونة كده اللي أشجار التونة دي كده، هاخد عنها معلومة سريعة في موقع مهم جدا اسمه شجرة، وده الموقع ده بتحط عليه اسم الشجرة وتبحث عنها يجيب لك معلومات قيمة جدا عنها، السلالة بتاعتها، بتوجد الموطن الأصلي بتاعها فين. يعني على سبيل المثال ده الاسم العلمي بتاعها، تمام، و الموطن الأصلي بتاعها آسيا وأستراليا. الأهم من كل ده إن هي العلامات دي بتقول لك إن هي ليها استخدام طبي ولا لأ، تمام، درجة الحرارة اللي بتعيش فيها، بتتحمل البرودة تحت الصفر، ممكن تقدر تتحمل طبعا، يعني المية اللي بتحتاجها، الشمس أو الضوء المباشر، وهكذا. طيب بص مثلا معايا، أنا عايز تستخدم أجزاء التونة دي المختلفة في الاستطباب، وخاصة اللحاء بتاعها كمادة يعني مطهرة للأمعاء ومنشطة وعلاج الجروح وغيرها. دي أهم حاجة، لأن خلي بال حضرتك الغابات هتبقى معروف إن هي هتكون مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا في أستراليا، واللي هنتكلم زي ما قلنا عنها بعد شوية. طيب ده بالنسبة مثلا شجرة زي شجرة التونة وخدنا معلومة عنها. أما لو كملنا محاضرتنا فهنلاقي برضو من أنواع الغابات الأخرى الغابات المانجروف، ودي بتغطي طبعا المانجروف معروف إن هو نباتات ساحلية يعني بتنمو في نطاقات المد، يعني في حتى أبعد نقطة من موجات المد طبعا بتلاقي وجود الغابات المانجروف، ودي هنتكلم عنها بعد شوية. يعني هتلاقيها مقتصرة خالص على المناطق الساحلية في القارة، وفي أغلب المناطق الساحلية للقارة طبعا ارتفاع المانجروف بيكون حوالي 7 أمتار. المانجروف طبعا معروف إن هي بيئة حاضنة للأسماك ومهمة جدا في الصيد. طيب أما الغابات، النوع التاني من الغابات هي الغابات المختلطة، وده مختلطة لأنها بين النفطية وبين المخروطية، يعني العنصرين مع بعض أو النوعين مع بعض. ودي بتشغل 3 نطاقات مهمة ورئيسية في القارة. عندي في الطرف الجنوبي الشرقي لأستراليا، جنوب شرق أستراليا طبعا في ولاية فيكتوريا يعني، والنطاقات الوسطى في جزيرة تسمانيا، وسط جزيرة تسمانيا هي جنوب شرق أستراليا ووسط تسمانيا، وكمان النطاق الأوسط في الجزيرة الشمالية، والنطاق الغربي والجنوبي في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلاند. ودي نطاقات متوسطة المطر تقريبا 60 بوصة في السنة. النطاق الأول بتاع الغابات المدارية كان بيصل فيه المطر ل100 بوصة في السنة. عشان كده بتنمو الغابات المتوازية النفطية والمخروطية، وخاصة فوق النطاقات الجبلية المرتفعة. من أهم أشجارها طبعا الزان، احنا طبعا كلنا عارفين أشجار الزان بتستخدم في إيه، وكمان الصنوبر، ودي
من اهم الايه الاشجار. لو خدنا معلومه عن اشجار الصنوبر كده من نفس الموقع اللي فات، هنلاقي ان الصنوبر بيحتاج لضوء مباشر، بيحتاج لكميه كبيره من المطر، او لكميه يعني متوسطه شويه من المطر، وكمان بيحتاج او ليه استخدام طبي. كمان الشجره دي بتحتوي على زيت الترابنتاين، وده ماده طارده للديدان ومطهره ومسكنه للمغص، وكمان ليها استخدامات طبيه اخرى بتدخل في صناعه الاسباغ كمان والصابون. كمان معمره جدا، هذه الاشجار بتبلغ اعمارها مئات السنين. فدي خلي بال حضرتك، احنا بنربط دلوقتي بين الاشجار النبات الطبيعي والاستخدامات التجاريه بتاعته او الاستخدامات الطبيه بتاعته، لان الموارد الغابية دي هي من أهم الموارد الطبيعية في أي مكان بتسمح به البيئة الطبيعية بنشأة هذا النوع من الموارد. طيب نرجع لمحاضرتنا. لو كملنا المحاضرة بتاعتنا، الغابات المعتدلة الدفيئة، وده نوع من أنواع الغابات اللي بينمو في مناخ أو في مناخ البحر المتوسط. وطبعا مناخ البحر المتوسط معروف لينا بفصلية المطر بتاعته، وبالتالي يعني بيبقى الغابات اللي بتنشأ في هذا النوع من المناخ بيكون ليها خصائص مختلفة، وبنسميها الغابات المعتدلة الدفيئة. وهنا بنلاحظ ان رغم ان المطر فصلي في هذا الجزء، الا ان الغابات بتاعت الغابات المعتدلة الدفيئة دي دايما دائمة الخضرة طوال السنة، ودي بطرق مختلفة طبعا بتستطيع الأشجار ان هي تحافظ على قدرتها طوال السنة في فصل الجفاف. طيب طبعا بتوجد في ثلاث برضو نطاقات عندي: جنوب غرب ولاية استراليا الغربية، جنوب ولاية فيكتوريا، وجنوب ولاية استراليا الجنوبية. جنوب غرب استراليا الغربية، جنوب ولاية فيكتوريا، وفي جنوب ولاية استراليا الجنوبية. الأشجار بتاعت الغابات المعتدلة من أهمها البلوط وده والزيتون والكافور، ودي طبعا الى جانب مجموعه من الاحراج اللي هي النباتات المختلطه بالحشائش. وعندي زي الاشجار او احراج الاوكاليبتوس وماكي في منطقه الغرب. لو خدنا معلومه عن شجره البلوط كده على سبيل المثال، شوف يعني عندك اهو حاطط لك علامة كمان ان بعض اجزاء شجرة البلوط سامة لو تم تناولها، كمان تتحمل برودة تحت الصفر، الالوان بتاعتها مختلفة في الزهر بتاعها، بتحتاج لمية كتيرة شوية، نسبة كبيرة من المية، عشان كده بتتواجد في الاجزاء اقصى الغرب، اقصى الغرب مش في غرب القارة كده على المطلق، لكن في اقصى الغرب وفي المنطقة الجنوبية، ودي مناطق يعني فيها نسبة كبيرة من المطر. وطبعا اهم اسمائها، أهم آسف استخداماتها، على سبيل المثال يعني نقول هنا مثلا، يعني بقول لك إن هي مثلا يعني معمرة شوية، بتعيش وقت من 200 ل 400 سنة بتعيش. هو هنا ما جابش استخدام طبي ليها فوق، هو مش جايب لك علامة الإسبرين أو علامة الكبسول يعني. يعني ربما ما يكونش الموقع جايب الايه الاستخدامات الطبيه بتاعتها، لكن طبعا اكيد بتدخل في صناعه الاخشاب. طيب نكمل المحاضره. كمان النوع الثاني من خلينا نبص على الخريطه كده الاول. عندي هنا في النطاق الشمال الشرقي نطاق الغابات المدارية الحاره، ده عندك باللون اللي هو الأخضر ده، وبعدين ده الغابات المدارية، ده الغابات المعتدلة الدفيئة، ده الغابات المعتدلة الدفيئة، وطبعا النطاق اللي هو بتاع الغابات النوع اللي هو بتاع الغابات ده المعتدلة الدفيئة احنا شفناها. أما الغابات المختلطة فهو موجودة في زي ما قلنا ثلاث أنواع او ثلاث نطاقات متوزعين في القاره. بصوا على الخريطه دي، الخريطه العاديه اللي موجوده عندكم في الكتاب. اما الخريطه اللي هشوفوها حالا دي عباره عن خريطه موجوده في احد المراجع، وانا بس يا دوب عرضت المفتاح بتاعها بس،
وزي ما حضراتكم شايفين طبعا باللون، اللون الاسود ده هو الغابات المداريه في نطاق صغير جدا، لان هو ضايف نطاق تاني كبير خالص اهو اللي هو النطاق الاخضر ده، اسمه الاوكاليبتوس وودز فورست او غابات الاوكاليبتوس، وبعدين دخل بعد كده على الحشائش، فيعني ده الغابات اهو، وجايب لك كمان اللون اللي هو البينك ده اللي فيه نقط، ده عبارة عن غابات أو أشجار قلبية بتنشأ في المناطق المرتفعة جدا. فده نوع من، فالخردة دي هنستخدمها بس إيه في الحشائش الصحراوية أو النباتات الصحراوية. طيب الحشائش، أنا عندي نوعين من الحشائش قبل ما نتكلم عنهم. إحنا عارفين إن الحشائش قلنا معلومة إن هي بتغطي 67% تقريبا من مساحة القارة كلها، لكن 60% دي 57% من مساحة استراليا، وكمان جزيرة نيوزيلندا فيها نسبة 55% من مساحتها كلها عبارة عن حشائش. وطبعا بتختلف الحشائش دي طبقا للموقع الفلكي بتاع المنطقة اللي بتنشأ فيها. عندي حشائش السافانا على سبيل المثال، دي في الأجزاء الشمالية المطلة على خليج كارابنتاريا، يبقى طالما سافانا يبقى على طول نعرف إن هي بتحب المطر شوية أو بتحب المية شوية، وعشان كده موجودة في النطاق الشمالي والمطلة على خليج كارابنتاريا زي ما قلنا، وبحر أرافورا وبحر بيل تيمور، وكمان الممتدة الأجزاء الممتدة غرب الغابات المدارية. احنا قلنا من شوية إن هي كل ما اتجهنا غربا من الغابات المدارية هتقل الأمطار، وبالتالي قلة الأمطار يبقى ده بيئة صالحة لنشأة أو لنمو الحشائش الكثيفة اللي هي السافانا، وطبعا بتتسم بكثافتها في الشمال بسبب ارتفاع كمية المطر. الأطوال بتاعتها خلي بال حضرتك مش حشائش يعني نقدر نبص عليها برجلينا، دي بتبلغ أطوالها 2 ل 3 متر تقريبا، ومن أهم الأشجار اللي بتنتشر داخلها أشجار الأوكاليبتوس والستريلا والأكاشيا، ودي بتقل طبعا كثافة السافانا كل ما اتجهنا نحو الجنوب ونحو الغرب، لأن بينخفض المطر عموما في استراليا كلما اتجهنا جنوبا وغربا. النوع الثاني من الحشائش، طبعا الحشائش معروفة إن هي مراعي طبيعية خلي بال حضرتك، لأن استراليا مصدر أساسي أو عندها ثروة حيوانية كبيرة جدا قايمة على المراعي الطبيعية الموجودة فيها. أما الاستيبس فدي بتشغل الأجزاء الداخلية بقى اللي هي المنبسطة من جنوب أستراليا، ودي الممتدة من دلتي عرض 30 و37 جنوبا، وطبعا بتشغل برضو نطاقات من جزيرة تسمانيا وأجزاء من جزيرة نيوزيلندا الشمالية وفي شرق الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا كمان، ودي بتمثل المظهر السائد. عشان كده الاستيبس على سبيل المثال لأنها هي منخفضة شوية في أطوالها، فبتكون بيوجد في الاستيبس مثلا في غابات في حشائش الاستيبس دي في النطاق بتاعها بيوجد أكبر مزارع تربية حيوانات كثافة في العالم، ودي من أهم مناطق الإنتاج وأكثرها أهمية في القارة في إنتاج الثروة الحيوانية. طيب الخريطة اللي لسه بنتكلم عنها، أدي السافانا، أدي السافانا وأدي الاستيبس أهي، تمام. ده نطاق الحشائش بيمتد في شرق القارة في منطقة ظل المطر تقريبا بتاعت جبال الحاجز جبال الحاجز الكبير او جبال الألب الأسترالية زي ما احنا مسمينها، طيب، او سلسلة الجبال الشرقية في استراليا. وادي برضو الخريطة الثانية زي ما انتم شايفين اهو، اللون ده اللي هو اللون ده كده سافانا اهو، مكتوب سافانا كل المنطقة ده كده عبارة عن سافانا. طبعا الاستيبس مش باينة قوي لأن هي يعني داخلة، هو هنا في الخريطة دي موزع الاستيبس كجزء من النبات اللي هو الملجأ ده والجزء منها سفن، يعني مش موضح قوي المالي على سبيل المثال، كمان يعني هو أضاف شوية يعني مسميات يعني معروفة بالنسبة للأستراليين أكتر. طيب أما الخريطة الثالثة دي فهي بتاعت جزيرة نيوزيلندا، ودي زي ما انتم شايفين موجود فيها نطاق الاستيبس اللي هو النطاق ده منقط ده، اما النطاق التقيل ده فهو نطاق حشائش بيسموها التوسوك، وده نوع من انواع حشائش السافانا. اما النباتات الصحراويه، وده النطاق النوع الرابع، النباتات الصحراويه بتتمثل في او تشغل النطاقات الوسطى والغربيه من القاره، ودي مناطق ذات معدلات مطر قليلة جدا، وطبعا هي عبارة عن نباتات شوكية بتتحمل الجفاف وبطرق مختلفة، ومنها طبعا السبينيفكس زي ما اتكلمنا، ونباتات المولجا ومالي، وجواها طبعا بتنمو أشجار الأكاسيا
في أغلب المناطق. طيب لو بصينا على الخريطة هنلاقي إن النباتات الصحراوية طبعا بتشغل النطاق الأوسط. دي بقى الخريطة الأساسية بتاعتنا المرة دي. هتلاقي مثلا المينلي دونز دي، خلي بال حضرتك، اللي هو نباتات الكثبان الرملية أو نباتات الفرشات الرملية، ودي يعني بص بقول لك اللي هي الفالس بينيفكس مثلا أهو، والمولجا وغيرها. طيب وبعدين يقول لك هنا النطاق ده كله على بعض دي كده مولجا، النطاق اللي هو اللون ده، اللون ده وده، وبعد كده يقول لك ده مالي اهو موجود فيه النطاقين دول، تمام، فكل المنطقة دي. وبعدين يقول لك السالت بوش، السالت بوش دي اللي هي نباتات تقريبا او احراج ملحية بتنمو في المناطق اللي فيها نسبة ملوحة عالية، وبالتالي كل النطاق اللي هو داخل ده هنا اللي هو عندك في الخريطة بتاعت الكتاب عبارة عن نطاق واحد اللي هو نباتات صحراوية، هو عبارة عن مجموعة من الغابات أو مجموعة آسف من النباتات الصحراوية اللي ليها أسماء مختلفة. وخدنا ودي هتلاقيها عندك موجودة في الكتاب كده بالمسميات مولجا ومالي وغيرها. طيب كده أظن الخريطتين يعني وضحت أهميتهم. طيب نخش دلوقتي على المشكلات الناتجة عن حرائق الغابات. في الحقيقة أنا يعني قبل ما أتكلم على المشكلات الناتجة عن حرائق الغابات في أستراليا، خلينا أتكلم الأول عن أهمية الغابات بالنسبة لأستراليا، أهمية الغابات بالنسبة للاقتصاد الأسترالي، لأن ده هيكون يعني مكمل للجزء بتاع الشرح. فمثلا لو خدنا في موقع مهم جدا اسمه اللي هو موقع الحكومة الأسترالية اللي هو Department of Agriculture، كمان اللي هو الحكومة الأسترالية القسم المختص بالزراعة. تعال نشوف الموقع ده، ممكن تدخل عليه من أي مكان يعني، وسهل جدا استخدامه، مش صعب يعني، وفي كل حاجة عن الغابات في أستراليا أنواعها. طبعا هتلاقي انواع مختلفة شوية عن اللي احنا درسناها، لان احنا بس مش عايزين نعمل ديستورشن بين الكتاب اللي مع حضراتكم والمواقع الرسمية يعني، فيكفي ان احنا نعرف معلومة يعني مهمة وسريعة عن الغابات وعن اهميتها. ده الاستراليان فورست اند وود برودكت ستاتستكس، ده الاحصائيات الخاصة ب التجارة أو الإنتاج بتاع الغابات في والأخشاب في أستراليا. فبيقول لك الكوميرشال مثلا بلانتيشنز، ده اللي هو خاص بالكوميرشال بلانتيشنز اللي هو بيسموها المزارع المحلية، المزارع التجارية آسف. يعني عندنا الغابات أو الخشب في أستراليا بينتج من نوعين من المزارع، يا يعني إما مزارع محلية او اسف مزارع تجاريه الكوميرشال دي، او نيتيف برودكشن فورست اللي هو الانتاج المحلي من الغابات او الانتاج الغابات المحليه. المهم يعني ان الاول سورسز بتاعت الاخشاب دي كل استراليا بتنتج حوالي 32 مليون و900 الف متر مكعب من الاخشاب، ده طبقا ل 2017 2018. علشان طبعا الاغلب بيجي من الكوميرشال بلانتيشنز اللي هي المزارع التجاريه اللي هو 28 مليون، والتوتال بتاع النيتيف برودكشن اللي هو الغابات المحليه بتاعه الحكومه يعني وبتاعه الدوله 4 مليون و200 الف. الاهم من كل دول احنا بنبيع بكام او هما بيبيعوا بكام في التوتال، يعني التوتال فاليو بتاع القيمة بتاعة الغابات بيبيعوا ب 2.6 مليار دولار في السنة، في سنة 17 18 طبعا يعني، وطبعا النسبة دي أو الرقم ده كبير طبعا. تعال نشوف توزيع الرقم ده جاي منين، أو الغابات دي أغلبها بيجي منين. بصوا حضراتكم كده، أنا عندي في
عندي في كوينز في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا، دول الثلاث ولايات اللي هم في شرق القارة. يعني عندي الأساس بيجي من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز. طبعا عندي بص 6 مليار مثلا من نيو ساوث ويلز، وعندي طبعا ده بالنسبة للنيو ساوث ويلز اللي هي الولاية دي. وبعدين ولاية فيكتوريا 9 مليار دولار من تجارة الأخشاب. فعندي طبعا يعني واضح جدا ان جنوب شرق استراليا هو المسيطر او المصدر الاساسي او المصدر الاساسي لتجارة الأخشاب. كمان طبعا تسمانيا على سبيل المثال اهو شايفين 5 مليار دولار تقريبا في السنة، و طبعا انا اسف ده بالمليون مش بالمليار، انا اسف جدا ثواني، لا ده 5 مليون مش القيمة، ده الكمية الأخشاب، انا اسف جدا. يبقى انا عندي هنا، لان هنا بقول لك الفاليو اهو، فوليوم اهو اللي هو الكمية يعني. اما طبعا الالوان الخضراء دي او الالوان الاختلاف التدرج اللوني ده بيكون هو الفاليو نفسها. فعندي مثلا اللون الاخضر ده الغامق قوي ده 500 مليون، اكبر من 500 مليون دولار في سنة 17 18 اللي هم دول، تمام. وبعدين الولايات اللي هي الجنوبية والغربية، وبعدين كوينزلاند، تمام. وفي الاخر خالص بتيجي اللي هي استراليا الشمالية. طيب يبقى كده قدرنا، طبعا الموقع برضو موجود عليه الخريطة اللي عاوز يطلع عليها يعني. يبقى قدرنا كده نعرف ان قيمة الغابات في استراليا مش بس قيمة نبات طبيعي فقط، اللي كمان فيها انتاج للاخشاب بكميات كبيرة جدا. كمان على سبيل المثال هناخد الخريطة دي كمان الصناعات القائمة على الفورست اللي هي الغابات أو فورست الاندستري عشان 17. طبعا الخريطة دي خريطة مركبة وفيها أكتر من معلومة، لكن اللي يهمني فيها يعني إن هي خاصة بتجارة أو الصناعات القائمة على الـ الأخشاب بتاعة الغابات. على سبيل المثال هنا جايب لك طبعا الإكسبورتس اللي هي التصدير بتاع الغابات بتاع الأخشاب الناتجة عن أشجار الغابات، وجايب لك أنواع كمان الايه هذه الايه الصناعات القائمة دي سواء كانت البيبر الأوراق أو الشيب اللي هي السفن. كمان جايب لك البلانتيشن تايب من أنواع الـ النباتات اللي هو الهارد وود أو سوفت وود، كمان يعني خشب خام أو كمان مصنع. نيتيف فورست اللي هي الخاصة به، دي المزارع اللي هي الكوميرشال اللي هي الاقتصادية التجارية، ودي النيتيف فورست اللي هي المحلية أو الغابات المحلية وأنواعها وملكيتها. مهم جدا الكلام هنا طبعا، لأن هو بيجيب لك مثلا في كل منطقة هي بتصدر إيه، أي نوع من أنواع الأخشاب أو أي نوع من أنواع الصناعات، وأهم المواني بتشيل هذه الـ يعني مثلا اهو ميناء يامبا اهو ده كمان بيصدر بريسبن كمان وغيرها يعني. فدي طبعا خريطة مركبة ومهمة جدا، هنتكلم عنها في النشاط الاقتصادي ان شاء الله لما نوصل في المنهج لهذه الجزئية. وبكده يكون طبعا قدرنا نفهم ونعرف أهمية النبات الطبيعي في أستراليا. هنكمل بقى الحاجة الأخيرة اللي هي المشكلات اللي ناتجة عن حرائق الغابات في أستراليا. زي ما قلت لحضراتكم إن حرائق الغابات في أستراليا في آخر 17 في آخر سنة 19 كده وأول 20 كانت هي حرائق غابات أستراليا هي المسيطرة على التلفزيون في العالم كله. ليه؟ لأن هي كانت كبيرة جدا المرة دي وكان خسائرها عالية جدا، والغابات وحرائقها طبعا يعني
مشكلة من حياتية، ومشكلة موجودة لأن ليها أسباب مختلفة، سواء كانت أسباب طبيعية زي ظاهرة الاحتباس الحراري وزي ظاهرة البرق، وبشرية طبعا اللي هي الحرائق المفتعلة، يعني الناس تحرق الغابات عشان تزرع مكانها، أو خطوط الضغط العالي أو خطوط الكهرباء بتبقى معدية من وسط الغابات دي في الأماكن الموجودة فيها، وأي سقوط لأي أبراج هذه الضغوط العالية دي بيكون سببه أو نتيجة ليه بيكون في حرائق لهذه الغابات. أيا كان السبب، إنما أنا عند استراليا في سنة 19 زي ما قلت لك، و20 في آخر 19 وأول 20، أنا كان عندي حرائق كبيرة جدا في استراليا. فمثلا في استراليا زي ما بقول لك في سنة 2019 2020، مهم جدا إن احنا نتكلم عن هذه الحرائق. هذه المرة كانت يعني ليها خسائر مهمة جدا. في بعض المواقع جايب طيب لو خدنا بالنا من الموقع ده على سبيل المثال، احنا كنا بنتكلم على الحرائق الغابات، لو خدنا بالنا من الموقع اللي هو الفاير ووتش ده، هنقدر نعرف حجم الخسائر من الغابات او حجم حرائق الغابات هذا العام. مثلا جايب لك هنا في هذا العام، مثلا في هذه السنة فين الحرائق اللي حصلت. بصوا كده حضراتكم اهو في المنطقة اللي هي الاسود دي، بصوا كده كل المنطقة دي كده حصل فيها حرائق، اللي هي في ولاية فيكتوريا وفي نيو ساوث ويلز. طبعا ادي فيكتوريا اهي ونيو ساوث ويلز اهي، طبعا منطقة جزيرة الكانجور دي، وكمان هذه المنطقة من ولاية استراليا الغربية. كل هذه المنطقة تعرضت طبعا، وأجزاء من كوينزلاند مثلا كمان، دي كلها مناطق تعرضت للحرائق هذا العام. طيب إذا كان ده هذا العام، أمال من سنتين مثلا أو من 3 سنين كان الوضع عامل إزاي؟ أو في ال3 سنين اللي فاتت دي الوضع كان إيه حجم الخسائر؟ بص كده حضرتك لما تدوس على ال2 years ago اللي هو 3 سنتين فاتوا، كل المنطقة اللي حصلت بالأسود والبني دي كلها دي اتعرضت لحرائق أو حرق الغابات الموجودة في هذه المناطق. كل دي مناطق اتعرضت لحرائق الغابات، فقد إيه المشكلة كبيرة جدا، والمشكلة يعني زي ما بيقولوا عويصة جدا. فده من موقع مهم جدا ممكن الناس كلها تدخل عليه وتشوف ايه، يعني تتابع ازاي بيحصل هذا الايه المشكلة. لو جبنا مثلا هنا بيجيب لك اللايتنينج اكتيفيتي اللي هو أنشطة البرق في الكام 3 4 ساعات اللي هو اليومين الثلاثة اللي فاتوا. فيعني كمان الهوت سبوت ديتكتد اللي هي المناطق اللي بيحصل فيها اشتعال، دي جايب لك مثلا اهو في ال72 ساعة اللي فاتت مثلا، كل المناطق دي بيحصل فيها مشكلات او بيحصل فيها تنذر بوقوع احتراق في الغابات وغير ذلك من الحاجات المفيدة في هذا الموقع. طيب نرجع لمرجعنا ونقول طيب في موقع بيتكلم على يعني على مجموعة من الآثار اللي حصلت أو نتجت عن حرائق الغابات في أستراليا. من هذا الموقع مثلا على سبيل المثال موقع الـ UN Environment اللي هو الـ United Nations Environment، هي منظمة الصحة بتاعت منظمة البيئة بتاعت الـ United Nations العالمية. يعني ده الموقع بتاعنا بيتكلم على 10 امباكتس او 10 اثار للاستراليان باش فايرز اللي هو الحرائق بتاعت الغابات في استراليا. بيتكلم عن الفيزيكال او الدايركت امباكتس، وبيتكلم على الحاجات التنوع البيولوجي
والآثار البيئية اللي حصلت، يعني آثاره على التنوع البيولوجي والبيئة، البيئة الحيوانية والنباتية، كمان على البابليك هيلث اللي هي الصحة العامة، وكمان الإمباكت بتاعته اللي خرجت بره حدود القارة، تمام؟ يعني كمان التأثيرات النفسية على السكان المحليين، والإيكونوميك كوستس أو التكاليف، الخسائر الاقتصادية، وكمان الحاجات الآثار بتاعته على المناخ والآثار بتاعته على أو الخسائر بتاعت البيئة عموما اللي هي البوبوليشن أو البوليوشن آسف، وإزاي أثرت الحرائق على معدلات التلوث العالية، وكمان على قطاع الزراعة، وإزاي أثرت وإيه في تربية الحيوانات أو في الحيوانات اللي كانت أو تربية الثروة الحيوانية اللي كانت قائمة في هذه المناطق، وغير ذلك من الآثار. طيب لو احنا مثلا اتكلمنا عن، هناخد بعضهم كده ونتكلم هم ايه هي الخسائر مثلا في التأثير الطبيعي المباشر. يقول لك ان في اكتر من 46 مليون فدان تم حرقهم بسبب الحرائق الموجودة دي منذ يونيو سنة 2019. من ال 46 مليون فدان دي طبعا بتأثر في مناطق معينة، او من الخسائر برضو 80% من منطقة بلو ماونتينز اللي هي محمية للتراث العالمي في نيو ساوث ويلز، و53% من عالم جوندوانا أحرقت الغابات المطيرة التراثية في كوينزلاند كمان. طيب ايه كمان؟ اما التأثير البيولوجي بيقول لك ان في تقريبا مليار حيوان، ودي طبعا مش مبالغة يعني، لكن في دراسة قامت في جامعة من جامعات استراليا، وبتتكلم او بتقدر عدد الحيوانات اللي ماتت في هذه الحرائق تقريبا بمليار حيوان، والسبب وكمان العدد ده هيزيد، لانه كمان الحيوانات اللي عايشة فقدت الجزء كبير من مصادر الغذاء اللي كانت عايشة عليه، وبالتالي يمكن صورة الطيران الاسترالي وهو بيرمي الأطعمة وبطاطس وجزر في وسط المناطق المحروقة دي علشان تبدأ الحيوانات تتغذى على هذا المصدر، لكن طبعا دي معالجة يعني ايه مكلفة جدا وغير مؤدية يعني النتيجة تحمد، لكن محاولة كويسة وحاجة رحيمة يعني. أما التأثير الصحي بيقول لك إن تقارير البيئة أشارت إن مدينة كانبرا مثلا شهدت في هذه الفترة بتاعت الحرائق أسوأ مؤشر لجودة الهواء آسف في تاريخها على مستوى مدن العالم كله، تمام، بسبب الدخان، ومات حوالي 34 شخص بسبب الحرائق بتاعت الغابات دي، فده التأثير على الصحة. أما التأثير على خروج التلوث ده خارج النطاق استراليا، مش بس في استراليا بس، عشان كده بقول لك ان البيئه عامله زي المركب، احنا كلنا عايشين في مركب واحده، فلو حصل مشكله في استراليا على طول تسمع عندنا، وده يعني ليس يعني ادل على ذلك من مشكله الكورونا على سبيل المثال والانتقال السريع بتاعها في كل انحاء العالم، ويا رب ان شاء الله يعني ينجي الجميع وينجي كل العالم من هذا الوباء. طيب انتقل طبعا الدخان المتصاعد من الحرائق دي لطبقة التروبوسفير الستراتوسفير، وخرج خارج حدود الحرائق، وصل مثلا في البرازيل او الارجنتين وشيلي، واثر على مدن هذه المناطق لانه هي المناطق الاقرب لاستراليا، وبالتالي يعني هناك عدم او هناك حاله من عدم السيطره على التلوث، لانه حاجه يعني غير متحكم فيها بسبب ان السبب في الحرائق واسباب غالبا طبيعيه وبشريه على حد سواء. كمان من الاثار الملموسه جدا التاثير الاقتصادي، وده هنتكلم فيه بقى بالايه بالفلوس زي ما بيقولوا. طبعا غالبا لغايه دلوقتي لسه ما وصلوش للحد الاقصى من الخسائر الاقتصاديه اللي هم
خسروها او اللي خسرتها استراليا بسبب الحرائق. لكن في اجزاء كبيره خالص من البنيه التحتيه اتدمرت، والصناعه مصانع قفلت بسبب التلوث، والزراعه اتاثرت، وكذلك قطاع السياحه اتاثر، وبعض الشركات والمؤسسات اضطرت انها تقفل علشان تلوث الهواء ده ما ياثرش على منتجاتها وعلى صحه العاملين فيها. ولغايه منتصف فبراير اللي فات، لغايه نص شهر 2 كده، الاقتصاديين قدروا ان حجم تاثير الحرائق بتاع الغابات دي على الاقتصاد يقدر ب 2.4 مليار دولار امريكي. خلي بال حضرتك، 2.4 مليار ده تقريبا نفس الرقم اللي هم بيبيعوا بيه خشب، او اللي هم باعوا بيه الخشب في سنه 2017 2018 لو انت فاكر، 2.6 مليار اهو. يعني حرائق غابات تخسر فيها استراليا قد اللي بتنتجه من الغابات في سنه كامله. ده خلي بالك ده على قطاع واحد، على مستوى القطاع الاقتصادي. خد بقى عندك كمان 20 مليار مثلا دولار اخرى اضرار لحقت بالزراعه والممتلكات والماشيه، لان مثلا الماشيه اللي ماتت دي حوالي مثلا 100,000 راس من الاغنام، واكثر من 25,000 راس من الماشيه بس ماتت في حرائق جزيره الكنغر بس لوحدها. وزي ما قلت لك، جزيره الكنغر اللي هي موجوده في جنوب القاره، اللي هي دي. وطبعا دي لو انت شايف كمان الخريطه بتاعت الحرائق، عندك جزيره الكنغر اهي، جزيره، لو انا شلت العلامه السوداء دي هنشوف اسم الجزيره، كانجارو، جزيره كانجارو. ودي زي ما انت شايف، او الكنغر برضو، الاثنين اهو، كل المنطقه دي كده اتحرقت بين الجزيره، وبالتالي اتاثرت الحيوانات اللي هي بتاعت الثروه الحيوانيه دي موجوده في الجزيره. طيب ده بس فين؟ ده بس في الجانب الاقتصادي. وبالتالي نكون كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، واتمنى ان شاء الله يعني يكون الشرح مفيد وبسيط، وان شاء الله بإذن الله نتقابل في او نكمل المحاضرة اللي جاية بإذن الله بقية المحاضرات، وان شاء الله هتكون المحاضرة يعني وان شاء الله هتكون المحاضرة وافية وفيها حاجة جديدة. وشكرا جزيلا.